سامي رحال من أبطال لبنان العالميين بالملاكمة، قتلت المسؤول عن البعثة الرياضية اللي مثلت لبنان بإيطاليا بتاريخ 5/8/1974، وحكم عليك القضاء بالسجن 10 سنين لارتكابك الجريمة عن سابق تصور وتصميم. سامي، مدي قصيري وبينتهي الحكم، أرجو أنك تقضيها بهدوء وبدون مشاكل. ملازم حليم. نعم مفهوم. ألو، إنسان غريب غامض، ملفه بيقول إنه حاول يهرب من السجن بإيطاليا عدة مرات. على كل حال، شددوا الحراسة عليه وانتبهوا. حضرة الضابط. نعم، ممكن كلفك بخدمة؟ تفضل. بدي اعطيك هالعنوان، بترجيك تتصل باهلي وتبلغهم ان انا ببيروت بالسجن. ممنوع. لو سمحت. اسف. بترجيك.